أقول لك الحمد يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بلهفة جئنا صغارا وكبارا، بلهفة جئنا صغارا وكبارا، لحفل يهدي البنات عفة ووقارا، يرفع اسم البتول والحوراء شعارا، ويزدل ما بين الطفولة والتكليف ستارا، لحجاب يحفظ أمة ويرفع مقدارا، ويرسم للورود الفاطمية أسوارا، فهذا الجمع يزيدنا رفعة وفخارا. فيا من بحضرة العباس جئتم صغارا وكبارا، فلنبتهل ونمجد المختار وآله الأخيار. أصحاب السماحة والفضيلة، السيد عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة ورئيس هيئة التربية والتعليم العالي فيها الأستاذ الدكتور عباس رشيد الموسوي، السادة رؤساء الأقسام في العتبة العباسية المقدسة ومعاونوهم الأفاضل، الحضور جميعاً بحفظ العناوين والألقاب المباركة، أهلاً ومرحباً بكم. سلام من بنات جيل عفيف، جئنا اليوم ينشدن ستراً وعفافاً بعناية رب كريم لطيف، ثابتات قاصدات حافظات لسترهن في زمن فكر غريب عصيف، فأهلا بكم أيها الحضور الكريم في محفل التكليف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أحسنتم، خير الانطلاق بآيات عذبات بصوت قارئ العتبة العباسية المقدسة السيد ليث العبيدي، نستقبله وإياكم بالصلوات العاليات. سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى
ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العلي العظيم. صلوات جزاكم الله خيرا وطيب الله انفاسكم. نعم، نجدد الترحيب بكم ايها الاحبه، لا سيما من يشاركنا هذا الحفل المبارك ممثلا عن مدير عام تربيه محافظه كربلاء المقدسه السيد احمد العرداوي. اهلا وسهلا بكم. عندما كل آياتها صورت، قيل للشمس أن تستقيم في موضع لا تغيب، والنجم كن أنت منها قريب، ثم خط على الأرض منعطفان، انبجس بينهما الماء وانحسرت آيتان بمعجزة تجريان، والتقى الفجر بالليل والنار بالسيل، كل بأمر يساق، وأتى الصوت كوني فكان العراق. هو العراق سليل المجد والنسب، هو العراق سليل المجد والحسب، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه فما فيها سواه أبي. هو العراق فقل للدائرات قفي، شاف الزمان جميعا والعراق صدي. لنا ولكم أيها الأحبة يعزف بيننا الآن نشيد العراق الوطني، يليه نشيد العتبة العباسية المقدسة الموسوم بلحن الإباء وقوفا مع التقدير. نعم، تستمر هذه الوقفة
لنهدي إلى أرواح شهداء عراقنا الحبيب سورة مباركة الفاتحة. شكرا لكم. على بركة الله تقيم شعبة الخطابة الحسينية النسوية التابعة إلى المكتب النسوي المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة، وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة، حفل التكليف الشرعي لفتيات مدارس مديرية تربية كربلاء للعام 2023، وتحت شعار من نهج الزهراء حجابي وبزينب اقتدائي، لنعلن وإياكم انطلاق فعاليات اليوم الثاني من هذا الحفل والذي يأتي ضمن مشروع الورود الفاطمية. المنصة الآن إلى كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، يلقيها نائب رئيس جمعية العميد الفكرية والثقافية الأستاذ الدكتور أحمد صبيح الكعبي. نستقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المكلفات الجلوس لطفا. نعم الجلوس في أماكن مخصصة للجلوس. نجلس ثم أسمع صلوات ثانية بأعلى الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي برأنا وفطرنا فعلمنا وبصرنا ونهانا وأمرنا وأنذرنا وبشرنا ثم إلى عملنا وسعينا نذرنا. والصلاة والسلام على سبيل تعريفنا ووسيط تكليفنا ودليل تشريفنا نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السيد عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة ورئيس هيئة التربية والتعليم العالي فيها جناب الأستاذ الدكتور عباس رشيد الددى الموسوي، دام توفيقكم، ثم السيد ممثل مدير عام تربية محافظة كربلاء المقدسة المحترم، السادة رؤساء الأقسام في العتبة العباسية المقدسة، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الإنسان هذا الغرس الإلهي الكريم، هذا الغرس الإلهي الكريم هو خلاصة مجموعة من التحولات العمرية تعقبها تحولات في قيمه الروحية والفكرية والسلوكية، وهذه التحولات هي التي تنتهي به إلى خلاصة وجوده في هذه الحياة، إما أن يكون عنصراً إيجابياً بناءً وإما أن يكون لا سامح الله عنصرا سلبيا هداما. وأن يكون الإنسان إيجابيا معناه أن تتصل عنده النظرية بالسلوك العملي، بمعنى أن يكون نظره العملي نظرا مؤسسا على هدى بين وعلى بصيرة مستنيرة. أما حين يكون الإنسان سلبياً فمعناه أن يكون سعيه العملي مؤسساً على غير هدى ولا بصيرة مستنيرة، مما يجعله يتردى في الهوى ويتردد بين دواعي زيغ النفس وانحرافها. ومن بين هذه المحطات العمرية التكليف الشرعي لما له من حدث ديني وتربوي في نفوس المكلفين والمكلفات،
فيمثل هذا الحدث استبشاراً بإنسان بدأ يعد العدة ليكون عنصراً بناءً متخرجاً من مدرسة آل البيت النبوي الشريف عليهم السلام. هذه المدرسة الجليلة التي قوامها الصلاح والإصلاح والنظر الرشيد إلى حياة الإنسان والمجتمع. ولقد كانت العتبة العباسية المقدسة وعلى رأسها سماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دام عزه، وما زالت تترسم طريقة أهل البيت عليهم السلام في العناية بالنشء من أجل إعداد جيل مستنير واع ومؤهل لتحمل مسؤولياته في بناء أمته ووطنه، وأن ترعى هكذا فعاليات تحقق الدور الرسالي للعتبة العباسية المقدسة وتتيمن بالتوجيهات السديدة للمرجعية الدينية العليا متمثلة بسماحة آية الله العظمى المرجع الدين الأعلى السيد علي الحسين السيستامي دام ظله الشريف، الذي يوصف دائما برعايته الأبوية المباركة لأبنائه المؤمنين في مراحل حياتهم كافة. نسأل الله تعالى أن يكون هذا الاحتفاء بكم فرصة واعدة لحياة مليئة بالعز والفخر والنجاح. وفي ختام القول، يطيب للعتبة العباسية المقدسة أن تتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إقامة هذا المحفل الإنساني المبارك، غير غافلة عن الدور الأسمى للسادة أولياء الأمور الأكارم الذين زرعوا في نفوس أبنائهم القيم الدينية والخلقية النبيلة. وسيكون هذا الحدث صدقة جارية لنا جميعا نهدي ثوابها لسلامة إمامنا وشفيعنا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأستاذ الدكتور أحمد صبيح الكعبي على هذه الكلمة المباركة. الآن أطلب من الفتيات المكلفات الوقوف. نرفع اليد اليمنى. نعم، تشرع الآن فتيات مديرية تربية محافظة كربلاء المقدسة بترديد عهد التكليف لعام 2023. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا رددوا بعدي، فتيات رددوا بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أتعهد أمام مدرستي وأمام ولي أمري أن أحافظ على شرف تكليفي وأن ألتزم بأحكام ديني وأن أجتهد في طاعة ربي وموالاة نبي وأئمتي وأن أبر والدي وأن أتعاون على البر والتقوى وأن أتحلى بمكارم الأخلاق وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. صلوات. شكرا لكم، تفضلوا. شكرا لكم، تفضلوا. المنصة الآن إلى كلمة المديرية العامة لتربية محافظة كربلاء المقدسة، يلقيها
ممثلا عن مديرها العام السيد احمد العداوي. يتفضلوا الى المنصه محفوفا واياكن جلوسا بالصلوات. بسم الله الذي لا اله الا هو بديع السماوات والارض الحكيم العليم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى أهل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أنقل إليكم تحايا السيد المدير العام لتربية كربلاء المقدسة الأستاذ عباس السلطاني، وأشكر جميع الجهود التي أسهمت بسخاء وخططت ونفذت هذا المشروع المبارك، ألا وهو تتويج مجموعة أخرى من فتيات محافظتنا المقدسة. إن هذا المشروع المبارك الورود الفاطمية الذي نجتمع من أجله اليوم في هذا المكان المبارك ومع هذا الحضور المبهج، إنما هو من منطلق شرعي للمؤسسة الدينية ومنطلق تربوي للمؤسسة التربوية. أيها الأخوة والأخوات، من القائمين على هذا المحفل المبارك من العتبة العباسية المقدسة والهيئات التعليمية والأخوات من قسم الإشراف التربوي، إن هذا العمل المبارك لبنة في بنيانكم، وهو ثمرة لجهودكم جميعاً الذي نجني فيه هذه الثمرة الربانية، فوفقنا الله تعالى لذلك. ختاماً أقول وفق الله الجميع لما فيه الخير لبناء مجتمع سليم نستطيع الوصول به إلى مراتب العفة والرفعة والسمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد أحمد العرداوي ممثل مدير عام تربية محافظة كربلاء المقدسة على كلمته المباركة. أختاه قومي للعفاف فإنه نور ينير لك سما دنياك. أوصيك بالقرآن بالأخلاق بالوالدين أن تتزودي من علمه دوما ففيه شفاك. والله لو عدنا إلى قرآننا لازدان هذا الكون بالأفلاك. عرض تقديمي يوضح خطوات مشروع الورود الفاطمية الذي تتبناه شعبة الخطابة الحسينية النسوية في العتبة العباسية المقدسة. من كنت صغيرة وعمري 5 سنوات كانت أمي تقعدني يمها وقت الصلاة حتى أتعلم، وكانت تعلمني بالآيات القصيرة بالقرآن الكريم، وحتى لما أطلع وياها كانت حريصة تعلمني ألبس الرقة والعباية. وهسه صار عمري 5 سنوات وإجا وقت تكليف الشرعي، صار أحكي جداً كبيرة وأمي تلبسني بيها تاج العفة الحجاب حتى أكون واردة إلى بنود الفاطمية.
ربيع العمر يطرق الأبواب لهؤلاء التلميذات اللواتي شرفت أعمارهن على 9 سنوات، وبذور الخير فيهن تنبت نباتا صالحا مثمرا. الوقت قد حان لتلون البراعم النقية صفحات الحياة بأجمل ألوان الحياة والعفة الفاطمية، متخذة للنور البتول هداية لها. بهدف إشعار الفتيات بأهمية هذه المرحلة الانتقالية وتعريفهن بمسؤولياتهن وواجباتهن الشرعية والتقيد بالأحكام السماوية التي تتوزع بين علاقة مكلفة بربها عز وجل المترجمة بالصلاة والأعمال العبادية الأخرى وبين علاقتها الشرعية بالمجتمع. يستمر العمل بهذا المشروع لشهرين متواصلين. تعمل شعبة الفطابة الحسينية النسوية في العتبة العباسية المقدسة كخليلة نحل لإطلاق النسخة 5 من حفص للتكليف الشرعي للفتيات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العراق. ويشمل حفل التكليف 3695 تلميذا موزعة على أكثر من 54 مدرسة في محافظة كربلاء المقدسة. خرجت مستورة حي فقاع، زادها التحجيب تشريفا وجاها، أخذت مسورة الأحزاب حكما، لا تبرجنا فلبت من دعا. حجابي هو امتداد لحجاب السيدة زينب عليها السلام، حجابي على رأسي يجعلني جميل، حجابي احترام لمرجعية الرشيدة، حجابي على رأسي يجعلني مثل الملكة بتاج العفة والوقار، حجاب سعادتي تكليف الوفاء والرضا، حجابي يستوني ويجعلني طويل، حجابي هو مواساة لسيدتي القرية. زهور غرست في رياض الإسلام لتكون عطراً وسكناً، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً، فأردن بالبشر والنور مفتخرات بيوم بلوغهن سن التكليف
بإطاعة فرائض الشريعة السمحاء واجتناب نواهيها. هؤلاء هن الورود الفاضلين. بركت هذه الجهود ونسأل الله القبول للعاملين فيها من الأخوات في شعبة الخطابة الحسينية النسوية ومديرية تربية محافظة كربلاء المقدسة. نجدد الترحيب بكم أيها الأحبة، لا سيما من التحق بنا توا السيدة مديرة مكتب سماحة المتولي الشرعي للشؤون النسوية في العتبة العباسية المقدسة. دام توفيقكم، نسمع صلوات بأعلى الأصوات. يقول في كلماته: من وجه موتك نستنير رجولة، يا ساكنا في جوف قبر أعتم، ما غاب من ترك الحياة مجاهدا بل حاضرا كدموعنا في المأتم. كلمات شاعر العتبة العباسية المقدسة السيد محمد إبراهيم الياسري الذي يعتلي المنصة، مشكورا ونحييه وإياكم بالصلوات العاليات. هاي الصلوات مو عاليات. احنا نريد نسمع اعلى، ولكن بعد هذا البيت يقول: هو الايام يشتم من هوانا ومحمد بيش وصفه، من هوانا عدنا قلوب تصرخ، من هوانا يسمعنا صلاة محمدية. علي فضلك مطر ينزل علي كم، علي فضلك مطر ينزل علي كم، وعدد قطراته ما أدري علي كم. سلام عليك يا مولى وعليكم يا شيعة بكل وقت إلكم تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس قرأنا عن الحجاب، وكان في تلك القصيدة بيت يقول: هذه العباءة في الطفوف رسالة كانت لشرع الأنبياء مطبقة، ومن هذه الرسالة نستنتج مجموعة من الدروس التي نتخذها في الحياة منهاجا إلينا. اللي تحب فاطمة الزهراء عليها السلام تسكت. كم وحدة تحب الزهراء ترفع ايدها؟ ها بعد ما تحجين ويا صاحبتك، تمام؟ حتى نشوف هذا الدرس. أعظم درس هو قضية الطف. قضية الطف درس، والكل يجب طلاب الإنس والجان والمعلوم والمجهول، درس يحوي القيم والجود والأخلاق، وشمس منهج تنور بالظلام وعقول. الرؤوس أوراق كانت والرماح أقلام، كتبا على الورق شرح الدرس مقتول، وأعداء الضمير اختلقوا الضوضاء
واصبح كل جهدهم للجهل مبذول، بس الأستاذ صر الحسين، بس الأستاذ صر رغم بطريق الموت منتظره، وعلي سيف الذبح مسلول، خيط شق فكرهم بفضل الصحبان، بجود الصحبان شده وكمله، وعاود نزيفه يصول، وقف ودموعه قامت بالجفون الصيح، هدنا نريد نطلع بالخدود نجول، اهل الاستاذ سمعوا صايح الدمعات، سكتوهن وجوا قالوا لها شو تقول، قالهم انا رايد اشرح الوجدان وادفع كل ثمن بس احصد المحصول، قالوا له على بختك خاف منه تروح، قالهم احنا لو مسموم لو مجتول، هدوا كل هله كل هله، بس من وصل عباس، عباس عاين عالظهر، قال الظهر معقول اذا اوقعوا بالسجاد يمشي شلون، تصبح يا ظهر مكسور ما مقبول، قال اعذرني يا عباس بس فرقاك ثقل فوق الكتف والزهرة ما محمول، سمع لحسين قلت هون يا عباس، صبر الروح عن كسر الظهر مسؤول، هود يا ابو فاضل، قال له يا مولاي اخذ بالي امانه ويا الحرم مشغول، طفت عين القمار وبراسه جا العمود، ولسن السيوف جرأت عالشفوف الطول، طلع الحسين وحده وبيده عبد الله، هذا اخر درس منه اللي يريد ينول، ذبحوه بسهم وحسين بعده يريد يشرح منهج العقل العدى المشلول، طاح حسين لكن بعد باق استاذ، رغم صدر الترف داست عليه خيول، غيم على الرمح راسه ومطرها دموع، سقى القاع بكرامه وما وقع مذلول، راح ووصى زينب، زينب بعد اريد تكون استاذة مبادئ ما تهزها سيول، تقل لحسين درسك واضح ومفهوم، شرحت بكل عزيمة وكل غزل مغزول، طلاب الشهادة طلاب الشهادة ونقرأ بيك الفوز، نعم انت وحرام من الصدور الزول، تقل سليت الشموخ بعالم الإذلال وخذل بيك الوقت بس ما تظل مخذول، تجي شيعة تصيح حسين ما ننساك، لحد آخر نفس يا حسين كلنا نقول بيكم يصيحون لبيك يا حسين. اي اي بعد بعد لبيك يا حسين، بعد اللي احنا بجواره، احنا وين وين الان؟ ها ها برحابه بالفضل عباس، لبيك يا عباس. وختاما ختاما الى الشهيد السعيد، من وجه موتك نستنير رجوله، يا ساكنا في جوف قبر اعتمي، ما غاب من ترك الحياه مجاهدا بل حاضرا كدموعنا في المأتم، ها انت تحسب في الحياه مفارقا، قد بت في امن وسر مكتمي، لكن ذكرك في الحضور كما ترى هو عنصر قصد القلوب لينتمي، كابرت فوق جروح حزنك شامخا
حتى هوت من سطح روحك ترتمي، ورحلت عن دنيا الجحيم مناضلا، ودخلت في بيت الجنان لتحتمي. خلصت وانتهت والظال منها صغير، الكبير ما ترك بقلوبنا العلة، راحوا للحرب شدت ورد مو ناس، بس رجعوا عطش واعدادهم قلة، تلقوها المنية تقول كان فنجان، يفرح من يذوق مرور تدلة. الفضل ما ينكر موسوعة للأبطال، نكتب والمواقف بيها تتخلى، باكر تندرس تاريخ واليقرون إذا بيهم عراقي براسه يتعلى. بعد منظم نصرنا ونرضى بالتضليل، الجيل الجاي إذا ضمينا شنقلة، يجب يعرف وطننا شخلف من سباع، وكل موقف رجولي بصدق يوصل له. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم، شكراً لفتيات مجموعة العميد التعليمية على هذا العرض المسرحي. نعم، هذا نداء الله، لا تترددي واسعي إلى تطبيقه برضاك، الدين طهر والصلاة وقاية والصوم كنز والحجاب رضاك. نستمع الآن وإياكم أيها الأحبة إلى نشيد المكلفات لعام 2023.
القلابة تفضل. عفوا. شكرا لكن على هذا المنظر البهي وهذا التفاعل الذي يزيدنا شوقا إلى أن نستمر في فعاليات أخرى. مساجلة شعرية للطالبتين ملاك علي وفاطمة عادل، نحيي ملاك وفاطمة بالصلوات. شكرا لفاطمة وملاك على هذه المشاركة الطيبة. هذا المنظر البهيج وهذه الفتيات المكلفات قطعا أنها تدخل الفرحة والبهجة والسرور على سيد مولاي صاحب العصر والزمان. ولعلي بهذا الذكر أطلب أن يكون الختام بدعاء الفرج تعجيلا لظهور مولانا صاحب العصر والزمان، نقرأه سوية، نقرأ دعاء الفرج وقوفا يا فتيات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.